السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم مع فيديو جديد في قناتي وصفه بسيطه. كنشكركم على التفاعل ديالكم معنا في القناه وبتشجيعاتكم ولايكاتكم. ان شاء الله ما تبخلوش لينا دائما باللايكات والتشجيعات، والمزيد ان شاء الله تحنايا من الشهيوات والمزيد من الوصفات اللي تنال اعجابكم ان شاء الله. ان شاء الله اقترحتوا علينا شي حاجه، مرحبا، علاش لا، نديروا اي حاجه اللي ترضي ان شاء الله المشاهدين ديالنا كاملين. المهم ان شاء الله، ان شاء الله في هذه الحلقه غنخدموا بصوص كراميل او صلصه الكراميل. هاد الكراميل كترافق مع لي كيك، كتجي كنزينوا بهم لي كيك مع لي بان كيك مع لي العجائن كالبغرير. وان شاء الله حنايا راه غنخدموا بها وصفات، ودائما راه تلقاو الرابط ان شاء الله في صندوق الوصف. دائما فيما ان شاء الله غنديروا شي وصفه غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف باش يكون سهل عليكم ان شاء الله. ندوزوا ان شاء الله للمرحله الثانيه اللي هي المقادير. المقادير كيف كتشوفوا معايا بسيطه وسهله، ما فيهاش شي حاجه بزاف، وهذا الصوص ان شاء الله تتبقى عندكم تخدموا بها بزاف الحوايج وان شاء الله تحتاجوها. بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا معايا هنايا، كاس ديال السنيده ديما بعبار ديال العنبه، ياغورت مسوس بقيمه 110 غرام، هنايا زبده حيوانيه على درجه المطبخ، ايديال فاني، المهم ايديال ولا ارزا بحال بحال، شويه الملحه باش كنسمو بها. هذا واخا يبان لكم كيبان بحال خاوي، مي راه فيه جوج معالق ديال الماء عادي، ما دافي ما حتى شي حاجه، الماء ديال الصنبور. ندوزو ان شاء الله مرحله التطبيق، بقاو معانا. اول حاجه بالسنيده نحرصوا ان العافيه تكون مجهده، ويكون الحاجه اللي غطيبوا فيها تكون اينوكس ولا غرانيت، المهم اللي متوفر عندكم، المهم تكون شي حاجه ما كتلصقش. نوضعوا دي كاس ديال العنبه ديال السنيده، فانيا، كيف غنقول لكم نحاولوا ما نحركوهمش حتى يبدا يدوب لينا ان شاء الله السنيده ديالنا. مي تبدا السنيده في هذه المرحله بدات كتذهب، غنحاولوا نقصوا البوطه باش ما يتحرقش لينا الكراميل. ونزيد حق كنذكركم واحد النقطه ما ذكرتهاش، حتى بالنسبه للمثلجات، المثلجات حتى هما كيجيو فوق، كتجي هذه الكريمه فوقهم رائعه وممتازه. مي تشوفوها ان السنيده كامله دابت، غنبداو في التحريك باش ما تبقى عندنا حتى شي السنيده تبقى مكتله لينا ولا شي حاجه. بحال نحيدو هادشي اللي في الجناب وهادشي، ونتمنى هاد الكريم اوليو ديما معتمد عليكم، حيت اصلا كتخبيوه كتحتفظوا به في الثلاجه بالنسبه الا كان الحال شويه سخون، ولا كان الحال بارد وتخليوه غير في البلاكار عندكم، ماشي مشكل، ما غيفسد ما حتى شي حاجه. من بعد ما تذهب لينا الخليط كيف كتشوفوا ولا بحالها بحال هذا الشكل، نحاولوا ملي غنخويو هذوك جوج معالق ديال الماء ناخذوا الحذر ديالنا لا، وتكون ديما البوطه ناقصه، نذكركم البوطه دائما ناقصه. غنخويو بشويه بشويه ولكن بعدين ديما معلقه، ودائما بمعلقه ديال العود كيف كتشوفوا معايا. مي ولا بحال هكا وطالع دوك الفقاعات، نزيدو معلقه ديال الزبده ديالنا اللي هي نذكركم تكون الزبده حيوانيه، ما نديروش ديال الحك، سمعتوني، ما نديروش ديال الحك، نديرو هاد الحيوانيه. دائما مع التحريك ونار النهار تكون مهيلة. ما دارت لينا هاد الزبدة كيف كتشوفوها الخليط كيولا، راه تلاحظوا ان
سبحان الله كيولي رادو كيولي كراميل. يعني كيف ولات هذا الشكل نشدو هذاك دانو ديالنا اللي غندق لكم 110 غرام مع التحريك، دائما مع التحريك. سجبينا الخليط كامل كتشوفوا ها هو، نبقاو معاه ان شاء الله مع التحريك حتى يولي يطلق لينا الفقاعات. ندقكم ممكن هذا راه تحتفظوا به، اليوم ما تحيروش الا بغيتوا شي حاجه مثلا التزيين ولا شي حاجه ما تحيروش كاع، هذا هو المعتمد. من بعد كي شفتوا كيف قاد لينا شويه وطلع داك الفقاعات، كنديروا هذيك قبصه الملحه، ديما كنذكركم غير قبصه الملحه كتوازن لينا اللوغو ديال الكراميل. كيف نعاود نقول لكم واحد الاقتراح اخر، كاين اللي كيديروا بالكريمه السائله، بالحق حنا درنا دانو مسوس باش يجي مناسب للجميع، يعني دانو مسوس يعني مناسب لاي واحد يمكن يدير دانو مسوس. ان شاء الله هاكا نصبح لينا الخليط غنطفيو عليه. من بعد ملي كنطفيو عليه البوطه نحدو هو كيجلس وتياخذ درجه الحراره ديال المطبخ، هو كيعقد لينا ان شاء الله ان شاء الله في مرحله التقديم. من بعد ما برد لينا كريم كراميل ديالنا وصبح بهذه الكثافه وصبح جاهز للتزيين كيف هذا الشكل كتشوفوا معايا، ان شاء الله يروق اعجابكم وان شاء الله تستغلوا. بالنسبه لواحد الملاحظه بالنسبه للمبتدئات، الى تكتل لهم شويه ممكن نصفيوه. دابا صبح جاهز نحتفظوا به كيف قلت لكم، اذا كان الجو بارد احتفظوا به في البلاكار، اذا كان الصيف احتفظوا به في الثلاجه. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتشجعونا بلي لايك والتعاليق، وحنايا دائما نستقبلوا الاقتراحات ديالكم والاراء ديالكم بصدر رحب. وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الله يعاونكم.